اول شيء نحن ادينا في ثلاث توصيات هلا. لا لا عمال انا بدي اوضح دقيقه. انا طلبتهم اذا مش عارفين كم توصي في من صوت على توصيات. التوصيه الملزمه قبل 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 التوصيه المتفق عليها قبل الرئيس. بس ملاحظه صغيره، ملاحظه صغيره. صدق شو صدق؟ ما حدا بيعرف، ما حدا بيعرف على شو صدق ولا على اي توصي ولا كم توصي فيه. حدا بيقرب علي خاصه بهالموضوع. خلص لك عم نسجل، مش انت مقصوده. خلص انت سكتي بعد. انت عارف انه قصدني، ما بدي اسكت. شرف ما حدا بيقول سكتي، عيب يحترم حاله المجلس. دوت الرئيس حقك اخراج اي نائب للمجلس ما بيسمع كلمتك. تفضل تفضل تفضل. لا مش مسموح. لك خلص فيك سكتي. العرض اللي اعطونا اياه انه نقدر نروح اللبنانيين نعمل سفر وزيارات موسمية، عمل موسمي سموه، فينا هجرة موسمية، فينا نجيره للسورية، نطلب نقول لهم تاخذوا سورية من عندنا. يلا ما كانت روما لتسقط لولا كثرة الغرباء فيها. هذا قول للشاعر الروماني القديم يوفينال. فإذا كانت كثرة الغرباء قد أسقطت الأمبراطورية الرومانية، فما بالكم سيحصل للبنانين الضعيف؟ نحن اللي عم نقوله دولة الرئيس تغير شيء كتير كبير بملف اللجوء. يلي تغير هو انه ما بقى في حرب بسوريا. المصاري بلبنان اللي بتوصل من اوروبا وامريكا بتروح دغري للانجي اوز. الدولة اللبنانية حارس خيال صحراء على الخطر الوجودي، الكياني، الديموغرافي، الاقتصادي، البيئي للوجود السوري في لبنان. أدى إلى تفشي المظاهر المسلحة التي أوصلت إلى الانفجار الكبير عام 1975.